بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على فضله وإحسانه، أغنانا بحلاله عن حرامه، وكفانا بفضله عمن سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن هذه الدنيا متاع، والله مستخلفكم فيها وناظر ماذا تعملون. وقد أغناكم الله بالحلال عن الحرام، ومن الحرام الذي حرمه الله وتوعد عليه بأشد الوعيد الربا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فلعن أربعة: آكل الربا، ودافع الربا، وموثق الربا بالكتابة أو الشهادة، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس المقصود مجرد أكل الربا، بل أخذ الربا على أي وجه كان، سواء أكله أو استعمله أو أبقاه عنده وخزنه عنده، فإن المقصود أخذ الربا والتعامل به، سواء أكله أو لم يأكله. وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، ولأن أكل الربا يورث في الإنسان خبثا ويغذيه تغذية خبيثة. فالربا مكسب حرام، وأكل الربا من الكبائر الموبقة. قد قال صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أي إثما، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. فالربا مكسب خبيث، لأنه أكل لأموال الناس بالباطل من غير أن يحصلوا على فائدة. والربا أنواع، كثيرة، ولكن أشدها ربا الجاهلية، وهو قلب الدين على المعسر. فإذا كان المعسر عجز عن تسديد الدين، يقول له الدائن:
أمدد لك في الأجل وأزيد عليك بالفائدة، فيضاعف عليه الربا ويضاعف عليه الدين من غير أن تعود فائدة إلى المدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالمعسر ينظر إلى أن يستطيع السداد، يجب إنظاره. أما أن يزاد عليه الدين ويضاعف عليه الدين فهذا ظلم فاحش. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس إذا حل الدين ولم يستطع المدين السداد، قال له: تعال أبيع عليك سلعة بثمن مؤجل وتسددني ويبقى ثمن السلعة في ذمتك. فهذا هو من قلب الدين على المعسر، فالمشتري لم يشتري السلعة لحاجته إليها أو لرغبته بها، وإنما اشتراها من أجل أن يسدد الدين الذي لا يستطيع تسديده. فهذا من قلب الدين على المعسر. والمرابي له عذاب في الدنيا وله عذاب في القبر وله عذاب في الآخرة والعياذ بالله. أما عذابه في الدنيا فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا فأذنوا أي اعلموا بحرب من الله ورسوله. فالمرابي محارب لله ولرسوله في هذه الدنيا، ولله جنود السماوات والأرض يسلط عليه من جنوده التي لا يعلمها، يسلط عليه الأمراض، يسلط عليه الآفات التي تتلف ماله، تتلف ماله في البر أو في البحر، وأنتم تشاهدون ما يحل بالأموال من التلف والحريق والغرق والصواعق وغير ذلك بسبب الربا، لأن المرابي محارب لله ولرسوله، والله يسلط عليه جنود السماوات والأرض. وإن بقي هذا المال بيده ولم يعرض للآفات فإنه ممحوق البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فهذا المال المتجمع من الربا لا بركة فيه ولا خير فيه، لا ينتفع به ولا يتصدق منه، وإن تصدق فصدقته مردودة، لأن الله لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والغالب أن المرابي يبتلى بالبخل وحب المال والجشع، ولكن لو أنه تصدق وأنفق فإن صدقته ونفقته غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فيعيش في هذه الدنيا مع مال ممحوق البركة، إن أكل منه فهو زاده إلى النار، وإن تصدق منه لم يقبل، وإن تركه خلفه فإنه يتحمل إثمه ولغيره ثمرته. هذا في الدنيا. أما في القبر فإن المرابي يعذب في قبره، كما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رجلاً يسبح في نهر من الدم
وعلى حافة النار رجل عنده حجارة، فكلما هم هذا الذي في النهر أن يخرج ألقمه حجرا فعاد إلى وسط النهر، وهكذا يفعل به إلى يوم القيامة. وأما في الآخرة فإن المرابي لا يستطيع أن يقوم من قبره، إذا قام الناس من قبورهم لرب العالمين وأسرعوا إلى المحشر هو لا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يسرع مع الناس. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك أن بطنه يتضخم والعياذ بالله ويكبر بطنه فلا يستطيع القيام، وإذا قام لا يستطيع المشي، فيكون مفتضحاً بين الخلائق يوم القيامة، نسأل الله العافية. ومن أنواع الربا القرض بالفائدة، وهذا كثير وكثير في المؤسسات والبنوك، يقرضون بالفائدة ويقترض أصحاب الشركات أو أصحاب المصانع أو أصحاب المزارع، يقترضون المبالغ من البنوك بالفوائد، وهذا ربا صريح لا خلاف فيه. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا بإجماع أهل العلم. وحتى لو كانت الفائدة غير مال، لو كانت الفائدة على القرض غير مال، فلو أن المقرض اشترط على المقترض أن يسكنه في بيته أو أن يركبه سيارته أو أن يهدي إليه هدية أو غير ذلك من المنافع فهذا ربا. كل قرض جر نفعا، أي نفع سواء ماليا أو غير مالي، فهو ربا، هو الربا الذي حرمه الله ورسوله، لأن القرض عقد إرفاق يقصد به دفع حاجة المحتاج، وللمقرض الأجر على ذلك، فلا يأخذ زيادة على القرض، وإنما له الأجر عند الله سبحانه ويرجع إليه ماله، فالمقترض يرد القرض فيرجع المال إلى صاحبه ويرجع له الأجر والثواب عند الله، أما أنه يأخذ فوائد فهذا ليس من شأن القرض الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بين المسلمين. ومن أنواع الربا الفوائد البنكية، يعني يدفع الإنسان إلى البنك مبلغا من المال والبنك يدفع له فوائد محددة كل شهر أو كل سنة، يدفع له البنك يستغل هذا المبلغ ويتعامل به ثم يرد على صاحبه مبلغا محدودا من المال فائدة محددة، هذا ربا صريح. أما لو أنه دفع المال إلى من يضارب به للبيع والشراء والربح بينهما على ما شرطاه، إن حصل ربح قليلا كان أو كثيرا، وإذا لم يحصل ربح فليس لصاحب المال شيء، وإن حصل خسارة فهي على صاحب المال، والعامل يخسر العمل، هذه هي المضاربة. وأما أنه يدفعه لمن يتكفل بإعطائه فائدة مقطوعة ربح الآخذ أو لم يربح، فهذا هو الربا الصريح الذي حرمه الله ورسوله. ومن أنواع الربا ما يقع في المصارف، الصرف هو بيع العملة بالعملة، ويشترط في الصرف إن كانت العملة بمثلها فلا بد من أمرين: تساوي في المقدار والتقابض في المجلس. أما إذا اختلفت العملة فإنه يجوز التفاضل لكن يحرم
يحرم التأجيل، لا بد من التقابض في المجلس. بعض الناس يدينون النقود، يبيع عليه الدولارات بدراهم إلى أجل، أو العكس، يبيع عليه الدراهم بدولارات إلى أجل، وهذا ربا صريح، لأنه لا يجوز التأجيل في الصرف، بل لا بد من التقابض في المجلس. ولا يباع غائب بناجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يقع عند أصحاب المصاغات، عند أصحاب المصاغات الذين يبيعون على النساء المصوغات من الذهب أو من الفضة. تأتي المرأة بحلي قديم أو حلي من نوع لا ترغبه، ثم يعطيها صاحب المحل المصوغ الذي ترغبه لكن بوزن أقل، يأخذ المصوغ الذي تدفعه المرأة ويدفع إليها بدله بوزن أقل، يعطيها أقل مما دفعت إليه من ناحية الوزن، وهو ذهب بذهب أو فضة بفضة، فهذا ربا صريح. بيع الذهب بالذهب مع التفاضل ربا، بيع الفضة مع بالفضة مع التفاضل هذا ربا الفضل، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي الحيلة في التخلص من هذا الربا؟ الحيلة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان معك شيء رديء من التمر أو من الطعام أو من النقود أو من الحلي، وأنت تريد أحسن منه من جنسه، تريد أحسن منه من جنسه، فلا يجوز لك أن تدفعه وتأخذ أقل منه، أجود منه لكن أقل، لا يجوز هذا. بل طريق الشرعي أنك تبيع الردي الذي لا تريده، تبيعه بدراهم ثم تشتري بالدراهم ما تريد من الجيد. والدليل على ذلك أن بلالا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد من نوع جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: يا رسول الله، اشتريت الصاع بالصاعين لأطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا، لا تفعل، بيع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم تمرا جيدا. فهذا هو الطريق الشرعي الصحيح الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الربا التي يتعامل بها بعض الناس أو كثير من الناس مسألة العينة، مسألة العينة، وهي أن يبيع عليه سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل ويدفع إليه الثمن الحال، وإذا حل الأجل يأخذ المؤجل الأكثر، فهذا بيع دراهم بدراهم أكثر منها ومؤجلة أيضاً، وجعلت السلعة حيلة باسم البيع، السلعة ليست مقصودة وإنما جعلت احتيالاً على الربا، فهذا لا يجوز، وهذه مسألة العينة. لكن لو احتاج الإنسان إلى مال فإنه يشتري سلعة بثمن مؤجل لكن يبيعها على غير الداين، على غير من درجت منه، يبيعها على آخر ليس له علاقة بالبيع الأول، ثم يأخذ ثمنها وينتفع به، وهذه تسمى مسألة التورق، وقد أجازها كثير من العلماء لحاجة الناس إليها، لأنها ليست بيع نقود بنقود، وإنما هي بيع سلعة بثمن مؤجل ثم مشتريها يبيعها على غير البائع
وينتفع بثمنها في دفع حاجته الحاضرة. فاتقوا الله عباد الله، تجنبوا الربا في معاملاتكم، ولا تغتروا بكثرة من يتعاملون به أو بكثرة وقوعه في الناس، فإن في الحلال غنية عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واقنعوا بالحلال، فإن فيه الخير وفيه البركة وفيه النفع العظيم، وتجنبوا الحرام فإنه ضرر محض في الدنيا والآخرة، وسحت ومحق ولو كثر المال الحرام فإنه لا خير فيه، ممحوق البركة وإثم على صاحبه وعار ونار. أما القليل الطيب فإنه خير ونفع وبركة ونماء. لكن بعض الناس قد يفتنه المال الكثير وطلب المال الكثير، ويتابع الناس على ما هم عليه، ويقول لو كان هذا حراما ما فعله فلان، ما قاله فلان، وهذا لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. لو كان جادا في إنقاذ نفسه لسأل أهل العلم ولم يقلد الناس، أو يأخذ بالأقوال الرخيصة التي يقولها بعض أهل الأهوى أو بعض الجهال أو المتعالمين. لو كان حريصا على نجاته لسأل أهل العلم الثقات. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم أيها الإخوة، من كان تاب من الربا، قد يبتلى الإنسان بالربا ويغرى به، لكن يمن الله عليه بالتوبة، فإذا تاب تاب الله عليه فيتوب إلى الله عز وجل. لكن لو كان عنده أموال مجتمعة من الربا، فماذا يعمل بعد التوبة من الفوائد الربوية؟ ماذا يعمل؟ يتخلص منها بأن يضعها في مشاريع عامة، فهي كالمال الضائع الذي ليس له مالك، يوضع في المشاريع العامة، يتخلص منه، يضعه في المشاريع العامة حتى يتخلص منه. أما ما يقوله بعض الجهال أو المتعالمين إننا نأخذ الفوائد ولا نأكلها، نضعها في المشاريع أو نتصدق بها، هذا حرام، هذا حرام. لا يجوز لك أن تتعامل بالربا وتقول أنا أبنفقه على الخير، وعلى هذا أمر محرم، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. إنما هذا في الذي تاب إلى الله وقطع التعامل وانتهى. أما إنسان يستمر على التعامل بالربا ويقول أنا لا أكله، أنا أخذه وأضعه في المشاريع أو أتصدق به على المؤسسات الخيرية أو ما أشبه ذلك، هذا حرام، هذا تعامل بالربا وأخذ للربا. علينا أن نتنبه لهذا الأمر. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، وفرق جماعتهم، واجعل بأسهم بينهم، واشغلهم بأنفسهم عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومستشاريهم، وارزقهم بطانة الخير وجلساء الصلاح، وأبعد عنهم بطانة الشر وجلساء الفساد والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.